لكم اكيد اول شيء اهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم جامعة المعارف شفنا مدخل نظام الضريبة. نحن حكينا اليوم شو هي الضريبة وشو بطال وشو خصائصها وشو انواعها والمبدأ استئكلمية الضريبة، مبدأ سنوية الضريبة، الضرائب مباشرة غير مباشرة، الفرق بين الضريبة والرسم. وأنا بهنيكم على نوعية الحضور لأنه استعملوا التعابير القانونية، استعملوا كلمات بمحلة، عطوا أفكار صحيحة 100%. نحن بحاجة لهيك ناس دايما يتفاعلوا معنا وعلى أمل تصيروا من زملائنا. أهلا وسهلا فيكم بوزارة المالية. نشكر الجامعة على الفرصة الحلوة اللي سمحت لنا فيها أنه جينا لهون على المكتبة وعلى الوزارة المالية وطبقنا كل شيء فعلا درسناه بالجامعة واستفدنا كتير كتير من هالفرصة هيدا. أخذنا الطلاب على معهد باسل فليحان تابع لوزارة المالية ليتعرفوا على الأرض بموظفين وزارة المالية، فالطلاب الحمد لله كانوا مبسوطين، تعاطوا مع الموضوع بإيجابية.